السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة حصل موقف، أنا بعت أجيب ب10 جنيه زيتون و10 جنيه جبنة بيضة عشان أفطر بيهم. دي 10 جنيه الجبنة البيضة كده أهو، دي الجبنة البيضة يعني حتة يعني تاكل بها رغيف. ده بقى الزيتون ب10 جنيه، فأنا قلت لازم أعدهم، أقسم بالله لازم أنا لازم أعدهم. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. كده يا جماعة ال10 زيتونات، يعني الزيتون واقفة بجنيه واحد مصري. راح فين؟ راح بين فين يا دنيا؟ مش عارف نقول ايه ولا نعد ايه، والله ما عارف نقول ايه ولا نعد ايه. انا مش عارف، احنا بنشتغل بالجنيه المصري وبنصرف بالدولار، يعني بنشتري الحاجه بالدولار بس احنا بنبقى بالجنيه المصري، مانيش عارف. يلا ربنا يصلح الحال يا رب، ربنا يصلح الحال. انا مش عارف والله، اقول لي 10 زيتونات، الزيتون واقفه بجنيه.